زي ما مشينا في الكونتينوس تايم سيستمز وسيجنالز، كنا اتكلمنا الاول على السيجنالز في الكونتينوس تايم، وبعد كده اتكلمنا على السيستمز في الكونتينوس تايم. دلوقتي هنتكلم بعد ما اتكلمنا على الديسكريت تايم سيجنالز، هنتكلم على الديسكريت تايم سيستمز، نتكلم على البروبرتيز بتاعتها برضو والكلاسيفيكيشنز بتاعتها برضو عباره عن ايه. اوكي، فبيسكلي الديسكريت تايم سيستم از ا ترانسفورميشن اوف ا ديسكريت تايم انبوت سيجنال اكس اوف ان انتو ا ديسكريت تايم اوتبوت سيجنال واي اوف ان. يعني الفرق اللي كان موجود عندنا، الفرق الوحيد الموجود عندنا، ان احنا هنا بدل ما كان عندنا الانبوتس هنا كانت كونتينوس في الكونتينوس تايم سيستمز، بقى عندنا الانبوتس هنا ايه؟ ديسكريت. اوكي، ده الفرق الاساسي. هبتدي برضو نعرف اللينياريتي ونعرف التايم انفارينس برضو. اوكي، لينياريتي نفس الكونديشنز بالظبط اللي احنا اتكلمنا عليها في اللينياريتي في الكونتينوس تايم سيستمز، هي برضو بتتحقق هنا. لازم تو كونديشنز يتحققوا، السكيلينج والاديتيفيتي. اوكي، هما الاثنين مع بعض بيعملوا لي السوبر بوزيشن، هما دول تو كونديشنز اللي بيحققوا لي السوبر بوزيشن. اوكي، السكيلينج معنى كده ان انا لو اكس اوف ام بتطلع مثلا اللي هو الاس اوف اكس اوف ان، الاوبريتور اس ابلايد على اكس اوف ان، يبقى معنى كده لو ضربت، لو حطيت الانبوت بتاعي مضروب في ايه، هيطلع لي الاوتبوت عباره عن نفس الاوتبوت اللي كان هيطلع لاكس بس مضروب في ايه. لو بتكلم على الاديتيفيتي، ان لو عندي اكس اوف ان بتديني اس اوف اكس اوف ان، وفي اوف ان بتديني اس اوف في اوف ان، يبقى معنى كده لو جمعتهم هما الاثنين في الانبوت هيديني الاوتبوت اللي كان هيطلع لاكس اوف ان لوحديها زائد الاوتبوت اللي كان بيطلع لفي اوف ان لوحديها. طبعا التو كونديشنز مع بعض بنحطهم بقى في الشكل الموست جنرال اللي هو عباره عن اس اوف، او الانبوت سيجنال بتاعتي تبقى ايه، اكس اوف ان زائد بي في اوف ان، وده في الاخر يديني ايه، اس اوف اكس اوف ان زي B of S of V of N. اوكي، يعني ده بنسميه السوبر بوزيشن لان هو بيحقق لي السكيلينج والاديتيفيتي. اوكي، نفس الحاجه اللي احنا اتكلمنا عليها بالظبط في الكونتينوس تايم سيجنالز بالنسبه للجزء ده، هي نفسها بالظبط بنتكلم عليها في الايه، في الديسكريت تايم. اوكي، التايم انفاريانس بقى نفس الحاجه اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده. تايم انفاريانس كنا بندي مثال عليها ان احنا لو عندنا مثلا الزرار بتاع مثلا المفتاح النور مثلا. اوكي، دلوقتي لما انا بضغط على مفتاح النور، اوكي، عشان انور النور، هل انا متوقع ان كل مره اضغط على الزرار يحصل لي حاجه مختلفه؟ هل متوقع مثلا ان انا لما اضغط على الزرار دلوقتي النور هينور على طول، ولما اضغط على الزرار بعد مثلا بعد ساعه النور هيفضل مطفي لمده دقيقه وبعد كده ينور مثلا؟ لا، ما افتكرش تبقى كده. اوكي، احنا السيستم بتاعنا اللي هو عباره عن مفتاح النور ده يعتبر واحد برضو من السيستمز اللي احنا ممكن نتكلم عليها، دايما بيديني الريسبونس هو ريجاردلس انا اديت الانبوت بتاعي امتى. اوكي، فالفكره اللي عندي هنا في التايم انفاريانس ان انا لو عندي واي اوف ان يعني جايه من اكس اوف ان، يعني هو الاوتبوت بتاع اكس اوف ان. اوكي، لو انا عملت ديلينج لاكس اوف ان، ديلينج او ادفانسنج اكشوالي، اوكي، بيديني نفس الاوتبوت هو ديليد او ادفانس بنفس المقدار بالظبط. طب ديليد ليه؟ يعني برضو ممكن الناس تفكر فيها كده. نفكر فيها كالاتي، انا دلوقتي لو فرضا برضو مثال بتاع الكيبورد برضو الناس بتقدر ان هي تفهم منه اكتر شويه. لو فرضا انا فاتح دلوقتي وورد، اوكي، ودلوقتي لو انا ضغطت على اي زرار هيظهر لي الحرف اللي انا ضغطته على الشاشه. اوكي، لو انا دلوقتي ضغطت على الحرف ام، اوكي، هيظهر لي على طول على الشاشه حرف ام. اوكي، الزرار بتاعي دوت لو هو تايم انفاريانت، معنى كده لو كمان ساعه دوست على ام هيطلع لي ام برضو. اوكي، لو هو تايم فارينج معناها ايه؟ معناها ان انا لو دوست على الزرار ده كمان ساعه ممكن يطلع لي حاجه تانية غير الام، يطلع لي ان مثلا حرف او ال. اوكي، يطلع لي حرف تاني غير الام. اوكي، فعشان السيستم بتاعي يبقى تايم انفاريانت، معنى كده وقت ما ادي الانبوت بتاعي الاوتبوت بتاعي هيطلع بنفس الشكل. يعني من ساعه ما الانبوت يكون جه، اول لما انبوت جه يعني يبقى مثلا يتحط على السيستم بتاعي، اعتبر ان الوقت ده هو عباره عن تي بتساوي زيرو. اوكي، هيطلع لي الاوتبوت من تي بتساوي زيرو بنفس الشكل ريجاردلس بقى انا حطيت الانبوت بتاعي امتى. اوكي، فدي حاجه في غايه الاهميه عشان كلنا نتخيلها. وفي الاخر احنا لازم نبقى عارفين عشان يبقى السيستم بتاعنا تايم انفاريانت، ان انا لو عملت ديلينج للانبوت بتاعي لازم الاوتبوت يبقى ديلايد بنفس الشكل، ديلايد او ادفانس، عشان برضه نبقى احنا متخيلين. لو عندنا ان بلس ام يبقى الانبوت بتاعي ادفانسد، يبقى لازم الاوتبوت بتاعي يبقى ادفانسد. اوكي، فطبعا عشان احنا نختبر الحاجه دي او نختبر اللينياريتي كمان، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنجرب الكونديشنز، يعني بنحقق الكونديشنز دي متحققه. اوكي، يعني بحط اكس اوف ان واشوف الاوتبوت بيساوي كام، واحط ايه اكس اوف ان مثلا واشوف الاوتبوت بيساوي كام، واتاكد ان الكونديشن ده بيتحقق.
وبرضه نفس الكلام احط تو انبوتس مختلفين واتاكد ان الاوتبوت بيطلع يعني مجموع التو اوتبوتس اللي كان المفروض يطلعوا، اوكي؟ او احقق الكونديشن على طول بتاع السوبر بوزيشن رايت اواي يعني. بالنسبه للتايم انفاريانس بتاكد برضه ان احط اكس بتساوي يعني بدل ما احطها اكس اوف ان احطها اكس اوف ان بلس ام او ماينس ام اي حاجه زي كده، اوكي؟ واتاكد ان الاوتبوت بتاعي فعلا بقى ديلي بنفس المقدار. لو هو عمل كده يبقى هو انفاريانت. لو الاوتبوت بتاعي ما طلعش ادفانس او ديلي بنفس القيمه يبقى معنى كده ان هو تايم فارينج، يعني بيتغير مع الوقت.